حابة بالرستاق وأهلها وجوها. بارك يا رب العالمين. 17/6/2023 أول واحد اثنين ثلاث هذا هو. بارك خير والرحمة بين العوابي والرستاق. 17/6/2023 فهني ما شاء الله شلالات بدها. السلام يا هاي تعب وادي بن يعوم مبارك. اليوم الثاني على التوالي متواجدين في وادي بن يعوف وفي سلطنة عمان. مستمتعين الحمد لله. الله رزقنا لو انه ما حصلنا مطر وايد، لكن هالمناظر ست.